لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. هاني هاني صافي الله يربح عليهم شي بحال هذيك. هو ما تجبوه راه ما عملش حتى قال ما سيبوه عبر عبر الرابعه كان الله عنده عام وشهرين. قلنا هذا يدخل فيهم الهيصه بحال اللي كان بيع فيه. تبارك الله. لا لان العشاقه ديال هادو كله 20 مليون. غتخلعوها هذا شحال سمع خي ياسين هذا شحال سمع هذا دائما كيدخل مليح جوج ملايين اللي معطيها ديما جديد وي ديما جديد عام وشهرين كما كتشوف جوج ملايين اللي مسموع لحد الان باه معطيه فيه 25 مليون كيما سمعتوا معايا باه تعطات فيه 25 مليون تقول لك لا التحفيظ راه عرفتي التحفيظ لو بغيت تخلصي ولا التيتر غتخلصي الجمله الى كتبه بغيتي فابور هذاك هي كليزو الكونترا بالانجليزيه معطيه فيه جوج العميم راه جينا نشوفوا الحباب وجينا البياس يشوفوا الحباب لا قسم الله مرحبا بهم وراه خوتنا كاع هنا والسوق واللي باش حاجه مرحبا بك. جوج ملايين صاحبي. انا ولدي جوج ملايين عمي جوج ملايين. مرحبا به مرحبا به صاحبي. خمس موراك لابس ما يدها لك سلعه. والله يا ودي والله يا ودي والله يا ودي راه الشيخ يقول لك واش كاينه السلعه ولا ما كاينه. لا 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 تجمعنا كان عزيز عندنا المليح كان عاشقون نطلقوه حنا واخا ما نكسبوش يدوز عا في يدينا يديهم مالين. كما كتشوفوا اخوتي جدع هو سنان الحليب معطيه فيه جوج ملايين باه تباع ب 25 مليون ايوا ها ضاربينو بالشار صح ها ضاربينو بالشار الزاس عطوه وما يحبسش انا خويا هي زوج صح عام وشهرين عندك لا عام وشهرين كما كتشوفوا معايا اخوتي غنحاول نشد لكم العود كامل جوج ملايين عمي جوج ملايين جوج ملايين كما كتشوفوا باقيين في المشاورات كنظن مازال شي حاجه قليله بيناتهم المليح تبارك الله العوده عجبني تبارك الله غادي نحاول نمليها الشمس كما كتشوفوا معايا تبارك الله الزين الوقفه السن سنان الحليب مازال العود صغير جدية مازال صغيور أنا أقلب من هناك
مازال جوج ملينات على ميم لي سامير كما سمعتوا معايا مازال جوج ملينات هما اللي معطيه فيه الله يسخر المولى لا سول ظني ب 20 مليون الا بغيتي الا جات على خاطرك على بالك الله يرضي عليك ايوا قال لي كراتي صالح هذا الشيء اللي قال لي هو راه قال لي كراتي صالح واش بغيتي ولا لا وا صالح بغيتي ولا لا ماركه شو كان بنتك شي حاجه 24 مليون الله يربحنا هذاك الريال والله القزم كاين حتى مشكل والله عطا الله عندي من بعد الساعة اللي ليا غير هاد خليها في جيبك وديرها راني عارف شحال من خطره جيت لعندك انا تا الكل كتقول لي دير الفلوس ديالها وكان ديهم ماشي ما قالهاش الله يرضي كيما قلت لك الا بنتك والله مالية والله سيدي درس والله مالية انا شحال الرايس شوفوا بدري شنو درنا عزيز ما عندي ما نقول والله ما والله عزيز عليا بالله عارف تبارد تيخرج البارود شحال من بياسات ديك ما عاد شوف ما عاد ما عاد الموت لا دار الله ولا الدليل لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله هانيه هانيه صافي الله يربح الحريم يمشي بحال هذيك والله القسم اجي نضر رديت الدم الاول عاود ندي الثاني وعاود الثالث ونضل نهار نهار وي راني عارف راني عارف لا واحد الكوري راه نمشي ليه راه ندير تقول لي هات الفلوس قدام الناس نتاعك الرضا الرضا الله يعطيك الخير اسي صالح الله يعطيك الخير صافي الله يربي من السهاله لا من الزين وما يكون باس بعدا عارفو 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 انا عارفو علاش الزرق من اللي غاجي قلت له ودي البريتشا دورة وقجدا ندي وخلي بدا هو شقري اه عارف لا اعطيني غا هذا السيد والله القسم بالله هاد الله يربعك درت شي حاجه من صالح ديال الراجل شوف اخويا ما تصالح شوف احنا شبنا راه صالح ملي كنا صغار راه التعليم ديالي راه كنا صغير راه التعليم ديالي راه نقول لك شوف راه شحال من خطار خيط ليا هو بلف قدام الناس ما نقولكش راه عندي عاود ولا جوج هبط الكوري وشوف راه فوق 40 عام الحمد لله ما تفخموش بيناتنا ما نزيرش عليه ما نزيرش عليه شحال عطيتيه بدري شحال ما نزيرش عطيته 5 ملايين 5 ملايين وشاد ملايين عطيته الا بغى نربح مباشره والله كون بغيت تبوك جر العود وانت تعرف وسير ديت مور عارف شنو كان السي صالح ابو مولاي ادريس محليا ابو مولاي ادريس نعم بارك الله عليك الله يعطيك الخير مرحبا تحياتي لكم واش ما تشديش بين عندك برا مرحبا بكم دنيا هانيه ما كاين حتى مشكل ديما متبعين خصاتو شي حاجه غير اقول لك ها ايوا ها شري شحال تعطات فيها 24 مليون 24 مليون دوك رضاوه كما سمعتوا معايا 24 مليون اللي تعطات حاليا في هذا العود شوفوا تبارك الله مليح وهذاك اللي مليه هو اللي عطى فيه سيدريس 5 ملايين 24 مليون 24 مليون هو سول على الاصل ديالو ها
هنا في القاش 24 مليون اللي معطيها فيه فهاد الزرقاء 24 معطيها ولكن تعطاش في الدار بالوريقات ديالو كما كتشوفوا تبارك الله السن العميم السن ديالو شنو اثنين كما سمعتوا معايا السن اثنين خمس سنين عفوا السن ديالو خمس سنين سمحوا لي غلطت في السن السن ديالو خمس سنين معطيه فيه 24 مليون ولكن في الدار ماشي في السوق البيع ديالو 40 ولا لا يجيب الله علاش لا يسال اخي كما سمعتوا معايا تيقول لك البيع ديالو 40 مليون معطيه فيه 24 مليون لحد الان انا ندخل السوق ونبيع بلا ما نبيع داكشي اللي كاين هنا اصل عنده ورقات ريال كما كتشوفوا معايا تبارك الله الوقفة ديالو الوين ديالو كاميرا 24 مليون يا عمي الناس كتصدم من الثمن شوفوا معي تبارك الله خرج لي العود اوعاه سير 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 هو اللي تعطات فيه 24 مليون غادي تخرج الفراز اخو ياسين ولا اخو ياسين غادي ها امشويه عليك كما كتشوفوا كنحاول نصور لكم جدوعة ديال الراس سير على ياسين سير على ياسين سير عندك بالك سير كما كتشوف معايا جدوعة ثلاثة خي ياسين خدام العربية كما سمعتوا معايا جدوعة هما بعناهم كما سمعتوا معايا تخداو تباعو
هانا هو ابو الكاميو صوروه وغنجيو نصوروك غنجيو نصوروك هاكون هانا مرحبا الله يحفظك خويا واش دازو بثلاثه ولا دازو بثلاثه هادو بثلاثه تباعوا بعدا مازال مازال نعم اش خدينا جوج اخرين معاهم جينا جوج عطيني جوج ثاني جوج اخرين انت جوج جوج هذا تعطات فيه خمسة خوياك كما سمعتم هذا هو اللي تعطات فيه خمسة شحال باش مقطع هذا شحال خويا قطعنا ب 10 ملينين كما سمعتم 10 ملينين باش تقطع شروط كاملة بوريقة وريقلة كما سمعتم بوريقة ما كاينينش ويا سي جيب عاود داك الاخر جيب ولكن اللي بعد ديالو في الشروط سلاله ديالو كالعود معروف كاين المليح ولا لا كاين المليح كاين الزين ولا لا كاين الزين وكاين الحروف انا الزاوج وتهلا في الوالده ضروري الله يا ودي مرحبا دابا القاعه المليح دابا مرحبا بكم عندنا في مكناس الله يحفظك الله يكبر بك مرحبا بكم في مكناس ان شاء الله نجيو عندكم المكناس وتذبحوا لكم الحولي بارك الله فيك الله تذبحوا لكم الحولي بالله الله يحفظك بارك الله فيك مرحبا ماشي نهار نسولوا فيك تحيه للناس ديال سلا تحيه للناس ها هو خويا سعيد تحيه للناس كرواسه سعيد سعيد الراس ياسين زيد ارمي ارمي تحرك ماك سير 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 طلع 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 راسي تبارك الله مازال التال دابا غيدخل كما كنشوفو عاود التال شحال غيطلع لا خلي تشارج يا اخي انا ترى هذا شحال هذا ثالث جوجونس كما سمعت معايا جوجونس هذا هذا جنين ونص والاخرين واحد كاين اللي تعطات فيه خمسه مولا باغي 10 والاخر تعطات فيه 24 في الدار باغيين فيه 40 مليون اللهم بارك خوتي سمعتوا النمره شفتوا صافي الله يسخر لكم العميل عبد اخويا زوين ياسين الله يسخر لك صرعة حسن تبارك الله على الناس مكناسه الله يكبر بكم الله يحفظك بارك الله فيك الناس ديال الصلاه ديالنا الله يحفظك راه انا سلاوي عيد هذا تهلا فيك الله يحفظك خويا مرحبا واشرنا راني سلاوي وين ناسي يا سي طويبه على السعيد العالمي يا سي طويبه معروف على السعيد العالمي جيب العود وجيب يا سي انا ترجع العود اخر شوف بك هو ان شاء الله خوشي معايا عباد الله اللي تجمعوا حاليا العود المليح ملي كيدخل كاع الناس اللي في السوق كتجمع عليه كما شفتوا حاليا في كاميور كبو ثلاثه ديال الجدوعة تبارك الله كاين اللي تعطات فيه 24 مليون تعطات فيه في الدار مولا باغي 40 مليون وكاين الثاني اللي تعطات فيه السوق 5 ملايين مولا باغي يبيع ب 10 ملايين
اللي ما كان اللي ما عندوش وريقات، وكاين الثالث اللي شنا اللي دخل اخر واحد اللي تعطات فيه جوج ملايين ونص، وباقي الرابع اللي حاليا جاي كما كنشوفوا ياسين جاي صوره كيشري به. باقي السلامات شديتي مع الحكمة علينا ها بشويه مليح تبارك الله. غنحاول نقلب لكم الكاميرا باش يبان خونا ياسين. هذا خويا ياسين شحال سمع هذا؟ ثلاثة ملينات. هذا السن باقي صغير اخي ياسين ياك؟ شنو دير السن ديالك؟ يلا جمعوا كيما سمعتوا معايا 3 ملايين. تبارك الله وما عندوش نجاح ما درتيلوش نجاح. ايه الناس يمشيو في الناس اللي بغاو المراه راس مها في الاول. ايه هذا المعطى ماشي هو اللي تيقول الفيرما وحده كاملين عند العربي طويبه كاملين كما سمعتوا معايا كاملين الفيرما وحده. الله يسخر المولام امين. اللي بغى الخير اللي بغى الخير. سير اخويا سير ليه هذا 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 غتخلعوا يقول لها فيلا. معقوله انا غنقدم انا كنركب عليه معقوله. قولي له خاطرك شي حاجه جاني الكوري معقوله معقوله. في عندكم كوري بسبعيون في سبعيون كما سمعنا تبارك الله غنأور باعوتي. تبارك الله غادي تخلينا النميره ان شاء الله ونتواصلوا معكم لها الى ممكن كاع. كما سمعتوا معايا تبارك الله انه كيجيبوا هاد الخيل هادو غير باش يوريو لعباد الله المليح اللي كاين السلعه اللي كاينه الجوده اللي كاينه. هذا جوج اونس هذا جوج اونس هذا ثلاثة سمعت الاخر اللي مليه جوج اونس. لا هذا جوج اونس جوج ملايين اونس واللي مليه ياتين. وهذا الحال هذا ديالك اللي بلغت ركب فوقه هذا ثلاثة على جوج اونس واللي مليه تعطات فيه خمسة 24 واللي مليه كاع 24 20 مليون. البركي عطاوني فيه مليون. بالنسبة لهذاك اللي مليه شحال شنو دار في السن؟ خمس سنين هذاك ديال 24 راه السولة لا العميم ياك؟ ولادو غاعني بالدار تبارك الله. انا هاي جبتو هاي جبتو ها شوف هاي جبتو باش تحيد الشك وصافي باش تحيد الشك وتحيد العين بغيت نرميه بالتليفون مي يجيو الناس يقلبوا عليه داكشي اللي كاين النسبة داكشي اللي كاين على الوليدات ديالهم بالنسبة لكم كما شفتوا خوتي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى من الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم. يعني حاولت نصور لكم تقريبا الخيول الثلاث، حاولت نركز لكم كذلك على الخيول يعني المليحه راس السوق. مع المتمنيات ان الفيديو هذا يعجبكم ان شاء الله. وكما كنقول دائما الناس الجداد اللي غيدخلوا القناه اول مره يشتركوا في القناه يفعلوا الجرس كذا من منهم باش نستمروا ان شاء الله. وشكرا لكم جميعا تبارك الله لكم.